فقرتنا التالية نور رح نحكي فيها عن موهبة، خلينا نقول إبداع، هو فن لف الورق، وما هي المبادئ الأساسية لإتقانه؟ كيف ممكن نستخدمه كمشروع لتزيين عدة مناسبات مثل الأعراس، أعياد الميلاد، بطاقات المعايدة، أو حتى تصميم معارض؟ اليوم معنا السيدة إيمان الزعبي اختصاصها فن لف الورق لتخبرنا عن كل التفاصيل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. أول شيء يعني جايبة معك قصص كثير حلوة ملونة من لف الورق. بالبداية خلينا نعرف الناس أكثر عن إيمان، قد صار لك مبلشة؟ كيف بلش المشروع؟ يعني كل صبية أو كل سيدة سورية دائما بتحسي في مواهب خفية بالدهاليز. أنا ست بيت، كنت موظفة، قعدت وقعدت بالبيت، صار عندي وقت فراغ منيح، يعني صار لازم ملي بأشياء مفيدة بالإضافة طبعا لأعباء البيت، لأعباء الأولاد، فصار عندي وقت إنه اشتغل شغلات حلوة ظريفة. بديت القصة من كرت معايدة وصلني، مشغول بلفائف ورق، عجبني كتير، فكيته وجربت، جبت ورق ملون، قصيته بقياسات متساوية، لفيته، جبت شكلة مكتب فتحتها لأنه ما كنت بعرف أنه في أدوات خاصة للموضوع. فتحتها وبلشت لف الورق، وبلشت أول لوحة، يعني فكيت الورق الخضر وفكيت الوردة وبلشت ساويتهم، طلع معي شيء حلو، فبلشت بأول لوحة والثانية والثالثة. تعذبت كثير أول شيء لحتى طلع معي شيء يعني إنه مرتب وظريف يحقق لي طموحي أو جدية أنا، وبلشت ساوي بقى لوحات، وصار عندي لوحات منيح بالبيت، بس وصلنا لأربعين خمسين لوحة. ف بدعم من زوجي، من إخواتي، من أولادي، إنه ماما لازم بقى تعملي لنا هيك معرض. عملت معرض بمركز ثقافي، بالمركز او بالمعرض بالاحرى، العالم كثير عجبهم، شيء جديد على البلد، شيء ما بنعرفه، كيف طولتي بالك، كيف هيك انه طلع معك هالشيء الحلو. بلشوا يسالوني قد ايه سعرها هي اللوحه، انا ما كان ببالي الموضوع نهائيا، انه يعني انه تحقيق دخل مادي من وراء الموضوع، انا كان عندي بس هدف انه بدي اعمل شيء حلو، بدي اعمل فن، بدي اعمل لوحات. بعدين دخلت بتجربة عن طريق رفقاتي شيء اسمه سوق الفصول الأربعة مع الدكتورة سحر البصير والست هناء العكش، دخلت بقى تجربة العرض وإنه يكون عندي طاولة وإنه أعرض عليها منتجاتي، وإنه بقى صاروا يسألوني قد ايه السعر، وصرت حقق بقى دخل مادي، فصار مشروع صغير. أكيد. يعني خبرينا اليوم، معنا كتير من النماذج الكتير حلوة ومهضومة وفعلا فكرتها جديدة. أول شيء خبرينا عن هي النماذج، وخبرينا نوع الورق، أي ورق فيها تستخدمه السيدة مثلا، آلية التصنيع، كيف ممكن تمر بمراحل تطلع هي القطعة. تمام. أنا أول شيء كنت جيب من السوق ورق الإيفور الملون، وبالمسطرة حاول إنه ساوي لفائف متساوية القياس، 5 ميلي، 10 ميلي، 3 ميلي، ولفهم بأداة معينة، هي الأدوات إذا بتحبوا تتفرجوا عليها. هي أدوات لف الورق. هي أدوات لف الورق، هي عبارة عن إبرة منتهية بقطعة معدنية مفتوحة من نهايتها مشان تمسك الورقة وتلفها. أها. تمام؟ حلو. وهي كمان بتساعدني نفس الشيء. خلينا نشوفها. هدول بخلي لك الموضوع أسهل. أي طبعًا. يعني أول شيء حسبتي يمكن بالبداية لأنه بتعرف هي الأدوات الأساسية. طبعاً ما كنت بعرف إنه في هي الأدوات، بعدين نزلت هي الأدوات وتعذبت كمان باللاصق، كان أول شيء ما بعرف إنه اللاصق، كنت جيب الأوهش على الكذب، وكانت هذا شو نوع اللاصق؟ هلا هذا غري أبيض. الغري هو أول ورق على الغري. أي طبعاً. طيب خلينا نحكي على هي سيديات قديمة؟ هي السيديات هي موضوع تدوير، إعادة تدوير. انا عندي سيديات كتير بالبيت كونه اولادي بيستخدموا سيديات كتير، فانا صرت اجيب السيدي
اعمل لوحتي عليه ولزقها عليه، ومثلا حط من وراء لاصق دبل فيس، وصار ممكن تتلزق على المكتبة، على الحيط، على التخت، يعني بتزين البيت بشكل حلو. وأنا هيك استفدت من أني دورت السيديات اللي عندي الموجودة بالبيت. نعم، يعني هنا أي حدا أي بيت في سيديات في يستخدمه يحط عليها قطعة ورق وبيرسم، ممكن يزينها بالطريقة اللي هو بده إياها حسب المناسبة، بهدية بتطلع من القلب لأي مناسبة بتكاليف أقل. خبرينا هاي الهدايا تحمل خصوصية مني طبعاً وللمتلقي، يعني لأنه ممكن تحمل اسمه، حرفه، ممكن تحمل شيء بهمه، جملة بحبها، فبتشكله خصوصية. نعم، يعني حتى الألوان نور لكي شو حلوة الألوان، يعني هيك فرحة، بتعطي طاقة إيجابية اختيارك للألوان والتصاميم، يعني ما أنا تقليدية. كيف هيك حملت اسمي لحالك بهذا المجال؟ يعني طبعا هي ملك الواحد بيملكها. ممكن هي الالوان بحسها انا متناسقه، بحب مثلا الوان الزهر تدرجاتها، الوان السومو تدرجاتها، وصار متوفر هلا الورق بالسوق بالوان مختلفه. يعني صحيح، هذا ورق ملون، هذا ورق ملون بجيبه من السوق، ما جاهز تلونيه، يعني بتجي جاهز بس بتلفيه. ايه تمام. هلا ما عاد بحاجه اني اجيب الورق الكبير واقعد قصه، صار متوفر هلا بالسوق بقياسات مختلفه وبتدرجات اللون، كل الالوان الجميله. ايه طبعا. هلا شوف نحن اللمسات المختلفه، يعني نحن يمكن مستضيفين زينب كثير من المواهب اللي بتعمل اعاده تدوير اعمال يدويه، بس نحن عم نحكي عن اللمسه المختلفه. لما انا صحيح استخدم لف الورق مثل ما قلتي، يمكن كرت صغير هو لفت نظرك بالاحتفالات، بالاعياد، تمام، بمناسبات بعض الولادة، بغرف الأطفال. هيدا كيس، يعني أنا بيجي بحط فيه غراض، تمام، هون عاملة لح، يعني حرام أنا هذا الكيس بخليه تحفة فنية، حرام بحط فيه غراض. فإنه في أفكار هيك جميلة، يعني هي إيه ككادو كهدية تحط فيه، في لمسة ممكن كمان نكتب شيء للشخص اللي طبعا اللي له هي. طبعا هو هلا طلبات السوق والشباب والصبايا كلياتهم عم يطلبوا هيك شغلات، كروت هدايا لبعضهم، كيس بيحملوه بايدهم. يعني قد بياخذ شغل منك هذا مثلا اذا بدنا نحكي؟ ممكن ساعة لساعتين. ما بياخذ كثير وقت لف الورق؟ لا ما بياخذ، بده يعني طولة بال وانك تركزي كثير، وممكن بياخذ منك مجهود انه مثلا بتصير رقبتك تشعر هيك، انه لانه بده تركيز وبده دقة تماما. يعني شوفي مثلا هاي القطعة فيها قطعة كثير صغيرة ومنمنمة، هي بتاخذ منك وقت. هي الزينة هي ورق، انت جايبة الادوات، كيف عم تلفي الورق؟ يعني كيف ممكن يلفوا الورق؟ ترجينا على الكاميرا. يعني انه مثلا بس الآلية حتى العالم، لانه بعرف كثير من السيدات اليوم عم بيحبوا يعملوا شيء لاولادهم، خاصه بالظروف الاقتصاديه الصعبه، عم يحاول ست البيت دائما تمشي حال اولادها بحيث انه تعيشهم كل المسابات باقل التكاليف. طبعا هذا ممكن انه تعمله هلا بتوفر هي المواد الموجوده هلا صارت بالسوق، الاسواق كل شيء موجود صار، يعني حتى الادوات العده كلياتها هلا. هيدي الزهره اول شيء، هاي بتدخليها بقلبها؟ هاي بدخلها بقلبها؟ تمام، يعني بدها نضارة القصة. احنا نعطي شيء هيك مبدئي. هي بس لنعرف الآلية حتى عم تطلع معك هي الزينة الحلوة والدقيقة، يعني ممكن الف بهديك الثانية هنا ممكن لهي هي موجودة. بلشت بلفة. هيك تلفيها شوي شوي. ايه طبعا. انت فيك تتحكمي بالطول الورق، يعني مش بالضروره كمان تكون، لا حسب القطعه اللي بدك اياها، او ممكن تكون صغيره، ممكن تكون كبيره، ممكن تحتاجي انك تضيفي ورقين لبعضهم لحتى يطلع معك الشكل المطلوب. انا جايبت لكم يعني شو اسمه نماذج من القطع الملفوفه بشكل كامل. تمام. بدها لاصق كثير، فورا بتحطي اللاصق بس ينتهي الشكل حتى تثبتي. تمام، كثير صغار، يعني بدهم صغار. ممكن انت تفرديها مثل ما بدك اذا بتحبي هيك.
صار معنا هلا ورقه، هي الورقه الخضراء. اه حلو. انت بتتحكمي حتى بشكلها؟ ايه طبعا، يعني وبحجمها. فيكي تعمليها دائري، فيكي تعمليها بيضاوي مثل ما عملتي هلا، يعني ممكن بهالشكل تكون اكبر. اوكي، فيها تكون اكبر مو اصغر. ممكن فيها. ممكن اعملها بشكل قلب، يعني العين. هاي حلوه عين. ممكن يعني باحجام مختلفه حسب الصوره اللي بدك اياها او اللوحه اللي بدك تعمليها. هلا اول شيء كان انا عندي ممكن ارسم، كنت اول شيء ارسم اللوحه وبعدين واعمل القصاصات بعدين لزقهم. هلا ممكن اللي حابب يتعلم صار في شيء موجود على النت، اليوتيوب صح، بتطلع اللوحه اللي بدك اياها وفورا بتلزقي عليها القصاصات. حلو كثير. كمان جايبتي لنا لوحات. اي جايبه لوحات. خلينا نشوف كمان اللوحات معك، يعني اكثر من نموذج. فيك تعملي كروت معايده، فيك تعملي اكياس للمناسبات، حتى كادويات صغيره تتعلق على البيت بالطريقه اللي بدها اياها ست البيت. هي اللوحات كمان احكي لنا عن اللوحات. كيف تطلع ببالك فكره اللوحه مثل مثل هي؟ هلا انا صرت استعين بالنت، صرت اشوف على اليوتيوب لوحاتك ممكن اقلدها، ممكن يكون عندي فكره انا ممكن اضيف نقص منها. هلا مو كمان بس انه لف، ممكن انه اعمل ورد بهالشكل هذا. حلو. اللوحات اللي بدها ورود كمان من الورق بس لو لف مختلف. عم شوف اشكال يمكن زينب مختلفه. صحيح. بيجيكي مثلا ناس بدها ديزاينات معينه لمناسبات، صار عم يجيكي هيك عروض؟ اي طبعا، صارت الناس مثلا كتار صبايا مثلا بدهم كادو لعيد ميلاد مثلا، انه بعمل لهم اسمهم بالانجليزي بالعربي حسب طون. ممكن مره جاني طلب انه بدهم يعملوا لبيبي ولاده، ممكن للبيبي انه هدايا لبيبي، انه اجتني العلب جاهزه مثلا زهر وازرق حسب الجنس المولود، انه حطيت عليهم رسمات صغيره، طلعوا شيء كثير كثير حلو ومميز، لانه كل وحده منهم طبعا انا كل وحده ممكن اعمل لها رسمه، فما طلعوا كلياتهم نفس شو اسمه، كل وحده اخذت يعني لها خصوصيتها، فكانت كثير حلوه. ممكن هلا صار في اكسسوارات، في ممكن حلق، ممكن في اساور جديد. خلينا نحكي عن مشاركتك بالفصول الاربعه. لما كانت ببداية حديثك كان يعني هي لتقضية وقت الفراغ، بعدين صار مشروع صغير، بعدين مشاركة من خلال بازارات، الاحتكاك مع الناس، ردة فعل الناس، لما تبادل الخبرات مع رفقاتك كمان بالبازار نفسه، كيف كانت هي التجربة؟ طبعا يعني احنا وقت فتنا على البازار كنا كل وحدة مثلا يلي جايب الكروشيه، يلي جايبة مثلا مختلف يعني المواهب والصناعات اليدوية، صرنا مثل العيلة الصغيرة، حتى يعني بين بعضنا صرنا نتبادل انه انا اخذ من منتجاتهم هن ياخذوا من عندي. العالم كثير حبيت المنتج، كثير حبيت انه شيء جديد، واو يعني انه هذا الشيء ما بنعرفه، يعني قديش انه حلو، قديش النمنمات، قديش صبرتي لحتى صاروا يعني. بعدين يعني هذا حقق لنا مدخول يعني مادي يعني منيح، وصرنا مجتمع صغير يعني، صرنا انه نطلع على الموعد السوق اللي بعده، يعني كثير كانت تجربه حلوه. نعم، يمكن حكيتي نقطه كثير مهمه، هي المشاريع الصغيره اللي عم تبدا فيها كل ربه منزل، حتى لو تقاعدت هذا الشيء ما بيوقف انه تنتج وتعطي من قلبها، يمكن بتصير تنتج بالشيء اللي بتحبه. خبرينا اليوم عن الصعوبات اللي واجهتك بهذا المجال، وكيف تجاوزتيها مشان كل يمكن ست بيت او صبيه حتى عم تسمعنا اليوم، ما من اول خطوه تحس حالها رجعت لورا ما عم بدها تكمل. طبعا هو اي مشروع ممكن يواجه صعوبات باوله، انه هذا مجهود شخصي، او ما في مثلا حدا يعلمك، انه بدك تتعلمي لحالك وتحاولي وتجربي وتكبي اول مره وتكبي ثاني مره لحتى الشيء يزبط. هلا انا كان عندي صعوبه مثلا انه لوحاتي كان اللاصق كثير يزعجني يبين، يعني على التصوير على العرض ما انه كان يبين اللاصق يلمع.
هذا كثير كان يزعجني، فكب اللوحه رد اعمل مره ثانيه، انه يقولوا لي لك حرام انه اشتغلتي وتعبتي عليها، انه ممكن تختفي، ممكن انه هذا عمل يدوي، الناس تغفر لك انه هذا مو آلة عم تشتغل، انت اللي عم تشتغلي. فكنت دائما اسعى للكمال باللوحه. فواجهت كثير صعوبات. بعدين الواحد على الميران على الشغل بصير بتاخذ ايده وبصير بيطلع معه شيء حلو، ووقت بتشوفي يعني بجوز انا اشوف شغله حلوه كثير بس انت ما يكون يعجبك، يعني الاذواق مختلفه. صحيح. وقت بتشوفي ناس كثير بتصير بتشوفي الاذواق، بتصيري بتشوفي عندك تنوع اذواق. ايه صحيح. يعني كنت اول شيء اعمل شيء على ذوقي انا، بس وصلت لمرحله لا انه اوكي بسمع من اللي بده القطعه، من الزبون انه شو بدك، شو اللي بيستهويك، شو اللي بتحبه. فوقت تسمعي من الناس بصير شغلك مثل ما بدهم. صح. طيب خلينا نحكي اليوم بالاوضاع الاقتصاديه الصعبه شوي، التكلفه الماديه بما انه عم نقول ورق يمكن هي تكلفه اخف من غيرها، لما نقول تحف فنيه، لوحات يدويه، قديش بتاخذوا بعين الاعتبار الاسعار؟ يعني اليوم لما نقول بازارات، ولما فعلا حدا حابب يكون عنده تحفه فنيه بس بنفس الوقت مو حابب يتكلف ماديا كثير. طبعا انه قد ما فيكي بدك تحاولي انه مثلا تعيدي التدوير، مثلا انا ورق طبق الورق مثلا كان الاول. لا كمان بالبازار اسعار لا لتكون متناول الناس، قديش فعلا بتنظروا لهيدا الموضوع؟ لانه انتم عم تكونوا بتماس مباشر مع الناس، ما في وسيط، يعني الاسعار بتكون مختلفه نوعا ما عن اسعار السوق. يعني نحاول قدر الامكان انه نلبي حاجه الكل، وبالمقابل انه هذا مجهود شخصي وكثير اخذ وقت وكثير اخذ جهد وكثير اخذ منك مساحه تفكير ومساحه يعني حتى اللي عم ياخذ منك القطعه هو مقدر هذا الموضوع. مقدر انه انت اخذ منك جهد واخذ منك تفكير واخذ منك، فيعني اللي حابب ياخذ قطعه اكيد بيقدرها وبيدفع حقها يعني. نعم. يعني كمان شو بتوجهي اليوم لكل صبية حابة تعمل شيء وبتعرفي فرص العمل أحيانا ما أنا متوفرة لكل البنات، حتى تكون مستقلة ماديا تطلع مصروفها، شو بتنصحيها اليوم إذا كان عندك بنات هل عم تشاركوكي بهي التجربة؟ يعني النصيحة أنه لازم كل واحدة فينا كان ست بيت ولا صبيه قاعده بالبيت ولا يعني انا بعرفك خريجات جامعه وبيتصلوا في بنتصرنا نتواصل مع بعضنا، انه حتى لو خريجات جامعه وعندهم شغل عم يحاولوا انه يكون عندهم مدخول ثاني او مجال ل انه يثبتوا حالهم. طبعا الصبيه بدها تجيب وتجرب، يعني اي صبيه بتملك موهبه صغيره ممكن تنيها، هلا صارت الوسائل والطرق يعني والسبل متاحه للكل، بدها تحاول وتتعب لحتى تحقق اللي بدها اياه. في مشاركات قريبه ببازارات بالختام؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، يعني دائما احنا على تواصل، ويعني في كمان ست رنا قنواتي دائما انا بتوجه الشكر انه دائما بتحاول تسوق لي وبتحاول انه كل مشروع بتبلش فيه بتحاول تتصل فيني وبتاخذني معها. يعني الشكر موصول للجميع، لزوجي اللي بيدعمني دائما ماديا ومعنويا، لاولادي يعني لاهلي للجميع يعني. أكيد. نعم. يعني يمكن كثير من النماذج اللي شفناها، هل في شيء جديد قريبا كمان رح تنزليه على المعرض او على صفحتك او شيء؟ ايه طبعا انا عندي صفحه على النت اسمها ايمان كولينج ارت، كل منتج بعمله بعمل له هيك قصه صغيره وبنزله على الصفحه وكثير بلاقي يعني تجاوب. بتمنى لك اكيد التوفيق بمشاريعك القادمه وبالبازارات القادمه. ايمان الزوبي شكرا لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم ويسعد صباحكم جميع. يسعد صباحك، شكرا لوجودك معنا وموفقه. شكرا لكم. شكرا. أما هلأ نور ننتقل لاستديو الأخبار، اطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية العربية.